أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن المسيرة الوطنية المباركة تواصل تحقيق منجزاتها بما يبذله أبناء مملكة البحرين من جهود مخلصة بروح الفريق الواحد في كل مجال، والتي تصب في رفعة ونماء المملكة وإعلاء مصلحتها دائما وأبدا. لافتا سموه إلى أن تاريخ الوطن يشهد على العديد من المحطات التي أثبتت أن إصرار وعزم فريق البحرين في تحقيق الإنجازات يستند إلى نهج وطني خالص هدفه الوطن والمواطنين، لمواصلة مسيرة الوطن تحقيقا للغايات المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نوه سموه بما تحقق من تطوير في كافة القطاعات، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز كافة مساعي التنمية والدفع بها نحو أفاق أوسع. وأشار سموه إلى أن المواطن هو محور التنمية وأساسها، ويحظى بالأولوية عند وضع مختلف البرامج والمبادرات والخطط التنموية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من مسيرة البناء والتطوير تتطلب مضاعفة البذل للدفع بوتيرة الإنجاز المتقن نحو مستويات متقدمة، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعية واعدة يعود أثرها على المواطنين. من جانبهم أعرب أصحاب السمو والمعالي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه من حرص واهتمام بمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.